آي تك رادار، أكثر محركات البحث استخداماً في أمريكا بالأرقام. ما هي المحركات الخمسة الأكثر استخداماً على الكمبيوتر المكتبي في أمريكا مع نهاية 2016 حسب دراسة شركة كومسكور؟ في المرتبة الخامسة محرك البحث AOL بنسبة 1% من مجمل البحث على الشبكة. في المرتبة الرابعة Ask Networks بنسبة 1.4% من مجمل البحث على الشبكة. في المرتبة الثالثة محرك البحث ياهو بنسبة 11.7% من مجمل البحث. في المرتبة الثانية محرك البحث بينج من مايكروسوفت بنسبة 22.3% من مجمل البحث على الشبكة. أما في المرتبة الأولى محرك البحث جوجل بنسبة 63.6% من مجمل البحث على الشبكة.